بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، يسأل سائل يقول: حديث صلاة الرجل للنافلة في بيتي خير من صلاتي في مسجدي هذا، علما بأن الصلاة في مسجده بألف. صلاة الرجل في بيته، لفظ الحديث، خير من صلاته في المسجد، النافلة في البيت أفضل من النافلة في المسجد، النافلة في البيت أفضل من النافلة في المسجد عموما. أما مسجد رسول الله واللفظ التي ذكرها الأخ، اسمح لي بإعادة مراجعة هذا اللفظ في مسجدي هذا، اسمح لي بمراجعة هذا اللفظ. يقول تعالى: فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. ما المراد بأوسط؟ أوسط عند الجمهور المراد بالطعام المتوسط. فإذا كنت يوما تأكل سمكا ويوما تأكل بطاطس فالمتوسط البيض، إذا كنت يوما تأكل لحما ويوما تأكل سمكا فالمتوسط الدجاج، وهكذا. وإن كان من العلماء من قال أوسط بمعنى أفضل، لقوله تعالى: قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. الحديث الذي فيه أن من جلس في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس كتبت له عمرة وحج تم، حديث معلول لا يثبت، والله أعلم. يقول: ماذا نفعل مع أولادنا في ظل الكلام في الإلحاد هذه الأيام وهم في سن الإعداد والثانوي؟ عليك بدعاء الله أولا، فالمهتدي من هداه الله. وفي كتاب الله كم هائل من الاستدلالات على وحدانية الله وعلى قدرة الله، فاستنبط من آيات الله سبحانه ومن كتابه ما يعاونك على تعليم أبنائك هذا، ولعل هذا إن شاء الله عما قريب تفرض له محاضرة بإذن الله تعالى. شاب تجاوز 30 ومعرض عن الزواج، ماذا يفعل؟ إن استطيع سؤاله عن سبب امتناعه قد نجد علاجا، لكن قد يكون من غير أولي الإربة من الرجال، فالذي من غير أولي الإربة من الرجال لا يجبر على الزواج، فإنه قد يضر بنات الناس. لكن يسأل عن السبب، وإذا سئل عن السبب إن شاء الله يوجد له حل بإذن الله تعالى. هل الأولى للخطيب أن يذكر أسماء الذين يعبثون بالشريعة مثل فلان وفلان على المنبر، أم الأفضل عدم ذكرهم؟ الأفضل عدم ذكرهم، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يكاد يحفظ أنه ذكر اسم شخص بسوء على المنبر، بل أشد الناس عداوة وضراوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة رئيس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. ولما صدر منه ما صدر من الطعن في عائشة رضي الله عنها، صعد الرسول المنبر فقال: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. فقام سعد بن معاذ يقول: من هو يا رسول الله؟ فدل على أنه لم يسمه، والله أعلم. يقول لي: عمة لم تتزوج ولها معاش، ولها من الأخوات بنتان وولد، أختان وولد، ماتت واحدة والولد، وبقيت أخت واحدة، المتوفية لها بنت وولد والولد له ولدان، وسلم احتجر هدوء في السماع. يقول أخ: رجل قال لامرأته: أنت علي حرام فقط، كفارة يمين، لما تحرم ما حل الله لك، إلى قوله: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. هل يجوز أن يذهب الرجل للعمرة ويكرر العمرة في نفس السفرة لم يصنعه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول: أختي أرملة وتعمل من أجل بناتها، وتتعرض لمطالبة بعض الرجال لها بالزواج من غير علمي،
ونصحتها كثيرا بألا تسترسل معهم في الكلام مخافة الفتنة عليها، ومنهم من يتصل عليها بدعوى أنه يريد إرسال أشياء خيرية لبناتها. هل علي النصيحة فقط أم علي أكثر من ذلك؟ انصحها بالزواج، انصحها بالزواج، ولك أن تعرضها على من تراه صالحا. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. قال عمر لأبي بكر بعد وفاة زوج حفصة: يا أبا بكر، هل لك في حفصة بنت عمر تتزوجها؟ سكت أبو بكر، فذهب إلى عثمان: يا عثمان، هل لك في حفصة بنت عمر تتزوجها؟ فسكت عثمان، قال: دعني أفكر ليلتي هذه. ثم قابله من الأمس وقال: قد بدا لي الليلة ألا أتزوج. فيجوز أن تعرض ابنتك على رجل أو أختك على رجل صالح يعفها، والله أعلم. يقول: نريد تذكرة للمتبرجات. لا أجد أفضل من قوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. ثم أن التبرج مدعاة إلى الزنا، ورب العزة يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أشتدي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.